هاملت. ربما تكون مسرحية هاملت هي أشهر مسرحية تراجيدية كتبها شكسبير، لأنها معروفة في جميع أنحاء العالم، كما أن تأثيرها مذهل في كل مكان وجدت فيه. إن البطل حقيقي جدا، كما أن محنته أساسية جدا بالنسبة لحياة الإنسان، لدرجة أن الناس من كل البلاد تتوحد معه بشدة. كما أن شكسبير قد رسم شخصية هاملت بذكاء وقوة هائلة، مما يجعله كما لو كان إنسان حقيقي في ذهن القارئ. إن مسرحية هاملت ليس فقط من ألمع التراجيديات، ولكنها من أشدها حزنا. كذلك نظرا لأن نهاية البطل لم تكن بسبب أي شر في طبيعته، ولكن بسبب الخير الذي ليس في محله، ورغم ذلك تظل روحه المنتصرة مرفرفة، حتى أن العنف الذي صاحب موته ليس له أي تأثير. إن موته ما هو إلا انفصال بين الجسد والروح، اللتين ظلتا في نزاع لوقت طويل، ولذا فمن الأفضل أن ينفصلا. تبدأ القصة في ليلة شتوية باردة ومظلمة في الدنمارك، بينما كان يتم تغيير الحرس فوق أسوار قلعة السينور الملكية. لقد حدث في ليلتين متتاليتين أن يظهر شبح فوق الأسوار عندما تدق الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. كان الشبح مرتديا دروعا كاملة وذو وجه يشبه ملك الدنمارك الراحل والد هاملت. لقد علم شاب يدعى هوارشيو وهو صديق دراسة لهاملت بظهور ذلك الشبح، ولكنه لا يصدق تلك القصة، مما جعل أحد الضباط يحضره في تلك الليلة ليرى بنفسه. وعندما دقت الساعة حضر الشبح، وحاول هوارشيو المرعوب أن يتحدث معه، ولكنه صار بعيدا تاركا الرجال الثلاثة، أي هوارشيو وضابط الحراسة، يتساءلون حول السبب الذي عاد بالملك المقبور لكي يحوم حول المكان. ربما بسبب أن بلاده في خطر، لأن هناك خطر حرب يتحدد الدنمارك، حيث أن ابن أخ ملك النرويج يشيع أنه سيغزوها. مهما تكن الرسالة التي أيقظت الشبح، فإنه يرفض أن يشرك أحد فيها، ولكن ربما يتكلم إلى هاملت، ولذا يقررون أن يذهبوا ويخبروا ابن الملك الراحل بما رأوه في تلك الليلة. كان هاملت يجلس في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى، يراقب في كآبة سلوك عمه الذي أصبح الآن ملكا على الدنمارك، حيث تزوج والدة هاملت وارتقى عرش والده. إن الملك الجديد يعالج مهام منصبه في حنكة وسلاسة، حيث يقوم بإيفاد رسولين في مهمة سلام إلى النرويج، ويعطي إذن لابن البارون الحاجب الخاص به بالذهاب إلى فرنسا، ثم يتحول بانتباهه إلى ابن أخيه الملكي. ما زال هاملت مرتديا السواد حدادا على وفاة أبيه، وعمه يوبخه بلطف بشأن هذا الإظهار للحزن بدون داعي، ولكن الملك لا يحصل على أي إجابة من هاملت، الذي يرد عليه في جملة واحدة مقتضبة، ثم يوجه كل ملاحظاته إلى والدته. إن والدة الملكة هي التي أقنعته بعدم العودة إلى دراسته الجامعية وأن يظل في السينور. يغادر الزوجان الملكيان وحاشيتهما القاعة، ويتركون هاملت وحيدا ليواجه الاشمئزاز الفظيع الذي كان يشعر به طوال فترة حديثه معهم، حيث يقول: يا إلهي يا إلهي، يا لها من كئيبة ومبتذلة ورتيبة وبلا فائدة تبدو لي كل الأشياء في هذا العالم. إن هاملت لم يفرط في تلك الكآبة فقط بسبب وفاة والده المفاجئة، ولكن الصدمة الأكبر تكمن في زواج والدته بعد أقل من شهرين مما حدث. كما أنها تزوجت برجل يكن له هاملت شخصيا كل احتقار وازدراء، إنه لا يستطيع أن يمنع خياله المريض من التفكير في تفاصيل حياتهم الخاصة معا، كما أن إحساسه بالعذاب والسخط يزداد كلما أمعن التفكير في ذلك الأمر. ويدخل هوارشيو برفقة ضابط الحراسة، ويرحب بهم هاملت بابتهاج. إن هوارشيو
كل الصفات التي تنقص هاملت، فهو يمتاز برباط الجأش والسلاسة التي سيشكره عليها هاملت من كل قلبه فيما بعد، كما أنه ليس فقط صديق دراسة بل الشخص الوحيد الذي يستطيع الأمير الشاب أن يتكلم معه بحرية ويخبره هوراتيو بأن شبح والده الراحل يحوم حول أسوار القلعة، مما يصيب هاملت بدهشة عميقة حيث يصيح قائلا: حقا حقا يا سادة إن ذلك يزعجني، ويرتب مع الثلاثة أن يقابلهم في تلك الليلة ليشاهدوا عودة الشبح، ثم ينتظر بلهفة حلول الظلام. إن ابن البارون هو شاب يدعى ريرتس، يقوم بالاستعدادات النهائية للرحيل إلى فرنسا، ويعطي شقيقته بعض التعليقات في اللحظات الأخيرة قبل أن يذهب: إذا تلك الشقيقة تدعى أوفيليا، وكان هاملت يغازلها، وفي رأي ليرتيس أنه ينبغي عليها ألا تهام بحديث الأمير عن الحب، نظرا لأنه ولي عهد الدنمارك وغير حر في أن يتزوج من يريد. إن أوليفيا فتاة لطيفة وقد تم تربيتها في ظل نظام صارم، ولذا تعد شقيقها بأنها ستكون حسنة السلوك إذا كان هو كذلك في باريس. ويدخل والدهما البارون وهو رجل عجوز متفاخر وصرصار يدعي بولونيوس. لقد جمع عددا من الحكم الأخلاقية ليلقيها على ابنه لكي ترشده في سفره، وبعد أن يرحل لايرتس يتحول الأب إلى أوفيليا. وفي رأي بولينيوس كذلك أن ابنته تقابل الأمير الشاب كثيرا، وبالرغم من أن أوفيليا تؤكد على أن هاملت يتقرب إليها بطريقة جديرة بالاحترام كما أنه يرغب في الاقتران بها، إلا أن والدها يعطيها أمرا صريحا بعدم رؤيته مطلقا بعد الآن. يلتقي هوارشيو وهاملت فوق الأسوار قرب منتصف الليل، وينتظران في البرد والظلام ويسمعان من أسفل صوت حفل عربدة وسكر. إن هاملت متحضر جدا لدرجة أنه لا يفضل تلك الاحتفالات الهمجية المليئة بالعربدة والسكر التي يغرق فيها أبناء وطنه. ويشرح هوارشيو اعتراضاته على ذلك الأمر، ويصبح في قمة الاهتمام بالموضوع عندما يدخل الشبح فجأة، ويتحول هاملت إلى عالم ليس له صلة بالهدوء والعقلانية والتعقل، وهو عالم الأشباح والعفاريت القريب من أبواب الجحيم. لقد عاد والده من قبره، ويبحث هاملت بصعوبة عن الكلمات التي يستطيع أن يتحدث بها إليه، ويومئ الشبح إليه، ولكن أصدقاء هاملت يحاولون منعه أن يتبعه، حيث يمكن أن يكون هذا الشبح روحا شريرة سوف تقوده إلى حتفه. ولكن هاملت كان بالفعل في حالة من الاستثارة المجنونة، ولم يستطع الرجال الثلاثة السيطرة عليه. كانت أعصابه في شدة التوتر، حيث صار وراء الشبح المرتدي الدروع الحديدية الذي سار بدوره ببطء أمامه. وفي النهاية لم يعد هاملت يتحمل هذا الصمت، حيث يصيح قائلا: تكلم فلن أسير أبعد من ذلك، ويستدير الشبح ويتكلم. وفي تلك اللحظة يتلقى هاملت بعناء شديد وطأة اكتشاف خفي، وهو أن والده الملك لم يمت موتة طبيعية، بل سممه أخوه الذي سرق حياته وعرشه وزوجته، والآن يحكم الدنمارك قاتل لئيم. لقد عاد الملك من العذاب إلى المطهر ليطلب من ابنه الانتقام لمقتله، وليطلب منه كذلك ألا يؤذي أمه التي أحبها ثلاث رجال، هو الأب والعم والابن، حيث يقول له: دع أمرها للسماء. ويختفي الشبح تاركا هاملت مرتعشا لدرجة تصل إلى حد الهستيريا، نظرا لكراهيته الهائلة لعمه، خاصة بعد اكتشاف السر الرهيب، حيث يصيح قائلا: أيها الشرير الشرير الباسم الملعون. لم يخبر الشبح هاملت بالشكل الذي ينبغي عليه أن يكون انتقامه، ولكنه يدرك أنه من الآن فصاعد سيكون هذا الانتقام هو محور حياته.
لقد أخذ يرى نفسه وهو ذلك الرجل المهذب الذكي المتحضر مجرد أداة صارمة مخصصة فقط للانتقام، وعندما يصل إليه أصدقاؤه لا يفهمون شيئا من حديثه، ويستمر هوارشيو في إعطاء صديقه جرعات متعاقبة من التعاطف والمودة بثبات، وتلك الأشياء من مميزات هوارشيو، ولكن حتى هو أصبح منزعجا من جراء كلمات الأمير الشاذة المندفعة. كان هاملت واعيا على الأقل إلى حيوية الدور الذي ستلعبه الثرية في هذا الأمر، ولذا حاول أن يجعل الرجال الثلاثة يقسمون على أنهم لن يبوحوا بما رأوه وسمعوه الليلة، ولكن عندما أظهروا العناد أخذ صوت الشبح يتردد من تحت الأرض مرددا أمر هاملت، ولكن هوراشيو الصافي البصيرة قد أصابته الحيرة التامة من جراء ما يحدث، حيث يقول: أيها النهار والليل، يا له من شيء غريب وعجيب. ويلتفت هاملت إليه مبتسما قائلا: ولذلك نرحب بتلك الأشياء الغريبة، فهناك الأغرب منها في السماوات والأرض يا هوراشيو، أغرب مما قد تحلم به عندما تتفلسف. وفي النهاية يقسم الرجال الثلاثة على مقبض سيف هاملت أنهم لن يكشفوا شيئا، وإذا تصرف بشكل غريب في البلاط الملكي فلن يوضحوا لماذا فعل ذلك. وبمجرد أن ينتهوا من ذلك القسم يعود هاملت إلى سابق عهده من دماسة الأخلاق واللطف، ولكن قلبه يرزق تحت العبء الملقى عليه، حيث يقول: إن الوقت في حالة اضطراب أيتها الضغينة الملعونة التي ولدت لكي أصلح من أمرها. أخذ بولونيوس حاجب الملك في التفتيش بطريقة سرية على أبنائه حتى يتأكد من أنهم يطيعوا الوصايا الأخلاقية التي أعطاهم إياها. إنه يرسم خادم ليتجسس على سلوك ابنه في باريس على أساس أنه يفضل ذلك لمصلحة ابنه وكذلك لمصلحة ابنته، فقد أمرها أن لا ترى هاملت بعد الآن. وتصل أوفيليا المرعوبة لتخبر والدها أن هاملت اقتحم غرفتها بينما كانت تقوم ببعض الحياكة، وكان وجهه أبيض كقميصه، ونظرته تشبه نظرة الرجل الذي رأى الجحيم منذ قليل. لقد اجتذبها من معصمها وحملق في وجهها بتمعن، كما لو كان يود أن يحفظ ملامحها عن ظهر قلب، ثم غادر الغرفة وعينه مثبتة عليها، حيث لم تستطع أن تنسى ذلك المنظر حتى الآن. لقد صدم بولينوس بهذا التطور غير المتوقع، ولذا يقرر أن هاملت قد أصابه الجنون من جراء صد أوفيليا له، وعدم مجاراته في حبه لها. ويندم بولينوس بشدة على أنه قد طلب من ابنته أن تصد الأمير بإصدراء، ويهرول مسرعا ليخبر الملك بتلك الأنباء. كان الملك بالفعل مدركا للتغيير الذي طرأ على سلوك هاملت، كما أصابه القلق الشديد من تلك الناحية. لقد طلب من صديقين لهاملت وهما روزين كرانتس وجيل كينز كيورون أن يحضر إلى البلاط على أمل أن يكشف له ما أصاب الأمير. وعلى الأقل فقد شعر الملك بارتياح من جراء الأنباء الطيبة التي قدمت من النرويج، حيث قرر أميرها أن ينبذ أي تفكير في غزو الدنمارك، ويطلب فقط المرور الآمن لحملاته العسكرية المتجهة إلى الجنوب. ويدخل بريونوس ويأخذ وقتا طويلا للغاية في شرح نظريته الخاصة عن هاملت بشكل سلس، وتميل الملكة إلى تصديقه، ورغم أن الملك غير متأكد من ذلك إلا أنه يوافق على تخصيص من يراقب سلوك هاملت عندما يكون مع أوفيليا. ويجد بولينيوس نفسه وحيدا مع هاملت الذي كان يقرأ في هدوء، ويقاطعه بإحدى أسئلته السخيفة التي ذات مغزى، وينتظر الرد في قلق ولهفة شديدة. إن هاملت يعتبره طفل كبير، ويسلي نفسه لفترة من الوقت بالتلاعب به كسمكة يقوم بصيدها، ثم يدخل روزين كرانتس وجيل دينس
تيرن، ولكن هاملت لا يعاملهم بنفس الإصدراء الذي عامل به حاجب الملك، إنه يدعهم يرونه جانبا من العبء الذي يحمله قلبه، حيث يعتبر الدنمارك سجنا، ويحتج الرجلان بأنهما ليس كذلك، ولكن هاملت لديه الحقيقة الأعمق، حيث يقول: بالنسبة لكم فالأمر غير هام، سواء كانت جيدة أو سيئة، ولكن التفكير هو الذي يجعلها كذلك، أما بالنسبة لي فهي سجن. ويشير الرجلان إلى أن الصعوبة التي يعاني منها هي الطموح، حيث أن الدنمارك صغيرة جدا بالنسبة لما يدور بذهنه، ولكن هاملت يعرف أكثر من ذلك، حيث يقول: يا إلهي، كان من الممكن أن أعيش في داخل إحدى أصداف البحر وأعتبر نفسي ملك على الفضاء اللانهائي، لو لم أكن أعاني من الأحلام المفزعة. ويستطيع هاملت أن يجعل الرجلين يعترف بأن الملك قد أرسلهما ويعطيهما إجابة ليقوم بحمله له، وهي أن مشكلته هي الكآبة، ويقوم بإلقاء خطبة شديدة البلاغة عن جمال وروعة العالم، وكيف أنه يبدو له كما لو كان فقط كومة من الرماد. حتى الإنسان ذلك المخلوق الرائع المعقد يبدو له كما لو كان فقط أساس التراب. إن الإنسان لا يبهجني، ولا حتى النساء كذلك، بالرغم من أن ابتسامتكما تشير إلى ذلك. ويسرع الرجلان في تفسير ابتسامتهما بأنهما نتاج ظنهما بأن هاملت لن يرحب بغرفة من الممثلين المتجولين. وصلت إلى السينيور، وعلى الفور يعلن هاملت عن ابتهاجه لوصولها. إن ذكائه السريع الذي ينظر إلى كل الأمور بدهاء يجعله يتساءل ماذا حدث لتلك الفرقة منذ أن رآها آخر مرة. وعندما يظهر الممثلون أنفسهم، يقوم هاملت بتحيتهم كأصدقاء قدامى، ويطلب من واحد منهم أن يلقي مشهد من مسرحية تراجيدية أعجبته، ويتأصل من إلقاء المشهد بشدة، حتى أن الممثل لا يستطيع أن يكمله. ويحضر بيلينوز بصفة حاجب الملك المسؤول عن أمور الترفيه، وبالتالي في تلك الفرقة، ليصطحب الممثلين، حيث ينقصه أدنى اهتمام بالمسرحيات التراجيدية الكلاسيكية. ولكن هاملت يحتجز أحد الممثلين للحظة، ويطلب منه أن يقدم مسرحية تسمى مقتل جوانزاجو أمام الملك، مع إضافة بعض السطور التي كتبها هاملت بنفسه. ثم يطلق الجميع هاملت وحيدا، ويتحول الأمير الشاب المرح اللطيف المتوقد الذكاء إلى إنسان معذب، حيث أثاره مشاهدة أحد الممثلين وهو يلعب دور مليء بالمشاعر التراجيدية الهائلة، وقد ملأه ذلك بالشجون، مما جعله يصيح قائلا معلقا على تمثيل الممثل لدور هيكوبا زوجة الملك بربام الذي قتل في حرب تراودا عام 1250 قبل الميلاد، وأخذت في رثائه بمرارة: من أجل هيكوبا. ما علاقة هيكوبا به، أو ما علاقته هو بهيكوبا حتى يبكي من أجلها؟ ولكنه هو نفسه، رغم أن قضيته من الممكن أن تغرق جمهور بأكمله في الدموع، إلا أنه لم يفعل شيء يذكر، حيث أخذ في التعبير عن سخطه على عمه، ولكنه يدرك تماما أن كل ما يفعله هو على سبيل الحماقة، حيث أنه يصب لعناته على عمه في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر أن يقوم بعمل شيء ما، أي أن الأمر يتطلب الأفعال وليس الأقوال. ورغم ذلك فهو ما زال غير متأكد مما ينبغي أن يفعله. ربما يكون الشبح الذي ظهر له هو فعلا روح شريرة تحاول أن تقوده إلى حتفه عن طريق ملء عقله بالأكاذيب. فعلى هاملت أن يثبت اسم عمه قبل أن يكون لديه الحق في الانتقام منه. غدا مساء أثناء المسرحية، سيقول الممثلون بتقديم مشهد قتل بالسم دربهم عليه هاملت، وإذا شحب وجه عمه فإن ابن القتيل سيعرف ما يجب عليه أن يفعله، حيث يقول: إن المسرحية هي الشيء الذي سأستطيع به أن أثبت التهمة على الملك. يقوم روزن كرانتس وجيلدين ستيرن
بإبلاغ الملك بفشرهما في معرفة السبب الحقيقي وراء سلوك هاملت، ولذا يتجه الملك إلى مصدره الثاني للمعلومات وهو أوفيليا. يقوم والد أوفيليا بإخراجها ومعها كتاب في يدها إلى مكان يكون من المؤكد حضور هاملت إليه، ثم يقوم هو والملك بمراقبة ما سيحدث. يدخل هاملت يتملكه اليأس القاتل لدرجة أنه يفكر في الانتحار، ويبدو له أن ذلك هو الطريق المؤكد للهروب من العذاب، أي أن ينتهي وجوده ويلقي خطبته الشهيرة عن الانتحار التي رغم كثرة الاستشهاد بها لم تفقد بريقها وروعتها، حيث يبدأها بأكون أو لا أكون، وهو يشير إلى سهولة التخلص من حياته حيث يقول: أنا إن أن أموت هو أن أنام للأبد، وبهذا النوم يمكن أن أنهي الألم الذي بقلبي وآلاف الصدمات الطبيعية المعرض لها ذلك الجسد. ولكن هاملت لم ينجح قط في أن يخدع نفسه، ولا يستطيع أن يفعل ذلك الآن بالطبع، حيث يقول: أن أموت هو أن أنام، وعندما أنام فربما سوف أحلم، وتلك هي المشكلة، لأن في نومة الموت هذه لا أدري بما سأحلم. عندما نقوم بإدارة عجلة الحياة الفانية فيجب أن نصمت، هذا هو التوقير الذي يغلف مصائب تلك الحياة الطويلة. لا أحد يهتم بتحمل عبء الحياة إذا استطاع أن يهرب من ذلك بأن يضع نهاية لحياته، ولكن الإنسان من الممكن أن لا ينتهي عذابه بالانتحار، بل يتورط فيما هو أسوأ، حيث يقول هاملت: إن الخوف من شيء ما بعد الموت، من تلك الأرض المجهولة التي لا يعود من حدودها أي مسافر، وهي تربك الإرادة وتجعلنا نتحمل تلك المصاعب التي توجهنا أكثر من أن نواجه مصاعب أخرى لا نعرفها. إن هاملت لن يستطيع حتى أن يقتل نفسه، لقد فكر في هذا الأمر بشكل زائد عن الحد، لدرجة أنه لم يعد يستطيع اتخاذ أي قرار أو فعل بشأنه. ويقابل هاملت أوفيليا التي كانت تحمل معها بعض هداياها البسيطة التي أعطاها لها مع حبه، حيث كانت تود أن تعيدها إليه، وهاملت بدوره لا يرغب في إقامة أي علاقة مع أي امرأة. لقد وهبت والدته نفسها لقاتل، لذا فإن كل شيء عن فكرة الزواج يصيبه بالغثيان والسأم. وهكذا يطعن أوفيليا بلسانه الحاد، حيث يقول لها: انضمي إلى دير الراهبات، لماذا تجعلي نفسك مسؤولة عن إنجاب بشر خطائين؟ إن هاملت يعامل أوفيليا كما لو كانت مسؤولة عن الحفاظ على النوع البشري بأكمله. لقد ملأ العذاب وفاض حتى أنه لم يعد يستطيع أن يميز مدى العذاب الذي يسببه للآخرين. وفي النهاية تستنتج أوفيليا أن هاملت قد أصابه الجنون بشكل ميؤوس منه. أما الملك الذي كان ينصت للحديث فلم ينخدع بسهولة، لأنه يدرك أن هاملت لديه شيء محدد يدور بذهنه، ولذا فهو خائف أن يهدد ذلك أمنه. إن الحل الوحيد يكمن في إرسال هاملت خارج البلاد، ومن السهل بالنسبة للملك أن يجد ذريعة سياسية يرسله بها إلى إنجلترا. أما بالنسبة لبولينوس فهو عجوز عاطفي للغاية، ولذا ما زال متأكد أن هاملت يعاني من صد المحبوبة له، ويوافق الملك على أن الملكة ينبغي عليها بعد عرض المسرحية أن تحاول اكتشاف موطن الخطأ. إن هاملت مشغول للغاية بإخراج المسرحية، حيث أخذ في إسداء النصائح للممثلين فيما يتعلق بفن التمثيل، وهو يخبر هوارشيو فقط بمقصده الأساسي، ويطلب من صديقه مراقبة وجه الملك أثناء مشهد القتل بالسم. ويدخل الملك والملكة وكل رجال البلاط الملكي لمشاهدة العرض، بينما كان هاملت في شدة القلق، حتى أنه ينحني عن قدم أوفيليا ويتحدث بشكل أكثر مما ينبغي. وتبدأ مسرحية مقتل جوانزياجو، ويصبح الملك منزعجا بشكل متزايد، ويؤكد له هاملت أن الأمر كله تمثيل، حيث يقول أنهم لا يفعلون شيء سوى الدعاية، حتى السم الذي يضعوه فليس هناك ضرر على الإطلاق.
وتحمل الأحداث إلى مشهد السم الفعلي، ويرى الملك إعادة تمثيل جريمته، ولا يستطيع تحمل الأمر أكثر من ذلك، فينهض ويطلب إضاءة الأنوار، وينتهي العرض في فوضى، ويستولي على هاملت استثارة جامحة نظرا لنجاح خطته. وعندما يخبره شخص ما أن والدته تود أن تتحدث معه، يذهب للقائها وهو يتملكه الاعتقاد الآن بأن يصبح حازم في أداء العمل المرير الذي أقسم على تأديته. أدرك الملك الآن أن عرشه وحياته في خطر طالما أن هاملت ما زال على قيد الحياة، لذا يتآمر مع روزنكرانتس وجيلدنستيرن على القضاء على الأمير. ولكن الملك ليس وحشا، حيث يدرك بمرارة فداحة خطاياه وهو يتوق إلى سلام روحي، لذا يرقى مصليا عندما يمر هاملت على غرفته متجها إلى غرفة والدته، ويخطر للأمير مدى السهولة الآن التي يمكن بها أن يغرس سيفا في ظهر عمه وينتهي من الأمر كله. ولكنه يصرف تلك الفكرة على أساس أنها أسلوب ضعيف للغاية للانتقام. يجب عليه أن يختار لحظة ما يكون فيها الملك غارق لأذنيه في الشر وليس في الصلاة، حتى تصبح روحه ملعونة. ذهب بولينوس إلى حجرة الملكة، حيث أراد أن يبلغ الملك كل ما قاله هاملت، وأخذ يعطي الملكة بعض التعليمات الأخيرة. عندما سمع صوت هاملت قادم، ويختبئ بولينوس خلف الستارة، ويدخل هاملت الحجرة في شدة التوتر والسخط، حتى تظن الملكة للحظة أن ابنها ينوي قتلها، فتصرخ طالبا نجدة، ويكرر بولينيوس طلبها، مما يجعل هاملت يظن أن الملك هو المختبئ، فيخرج سيفه ويعمله فيه من خلف الستارة، ثم يكتشف أنه قتل الرجل الأحمق العجوز بدلا من الملك، ويصرخ قائلا: أيها الأحمق المتطفل المتهور، التمس وداعا، لقد أخذت بيدك إلى ما هو أفضل لك. إن هاملت ليس لديه أدنى اهتمام في تلك اللحظة، حيث ما زالت روحه تركز جل اهتمامها على والدته، عازمة على جعلها تعترف باسمها. أما بالنسبة للمرأة المذهولة والمتحيرة في آن واحد، فهي لم تستطيع أن تفهم شيئا من كلامه سوى العنف الذي يميزه. وعندما بدأ فجأة في التحدث إلى الهواء في الفضاء، أصبحت أكثر قناعة بأنه لابد أن يكون مجنونا. ولكن هاملت قد رأى شبح والده مرة أخرى، حيث أتى ليخبره على المضي قدما في انتقامه، ولا يسمح هاملت للملكة بأن تذهب إلا وهي على وشك أن تنهار، حيث تقول له: آه يا هاملت، لقد شققت قلبي نصفين. وتخبر الملكة زوجها أن هاملت قد قتل بولينيوس في نوبة جنون، ويرسل الملك روزنكرانتس وجيلدنستيرن ليعرفا أين أخفى هاملت الجثة. وهاملت لن يخبر أحدا ما إلى أن استطاع أن يجر الأحشاء كما يطلق على الجثة. وكان سلوكه جامحا لدرجة أن الملك لم يجد صعوبة في تبرير خطته، حيث يحمل روزنكرانتس وجيلدنستورن رسائل إلى ملك إنجلترا طالبة موت هاملت بمجرد أن يصل إلى هناك. وفي طريقه إلى إنجلترا يلتقي هاملت بجيش ملك النرويج الذي كان يمر من الدنمارك في طريقه إلى بولندا. إن هاملت شديد التأثر في حقيقة وجود الكثير من الرجال الشجعان المستعدين للقتال والموت في نزاع ليس يعنيهم في شيء، ويؤدي ذلك إلى تذكره مشكلته الميؤوس منها القديمة، وهي انتقامه المؤجل. إنه يعرف موطن المشكلة الحقيقي، وهو التفكير بدقة زائدة عن الحد في الحدث. ونظرا لأنه لا يستطيع التوقف عن التفكير، فهو يأمل أن تكون أفكاره من الآن فصاعدا معنية فقط بالدم. كانت وفاة والدها أمر ثقيل للغاية بالنسبة لروح أوفيليا الرقيقة التي كانت تحتمي به دوما، فأخذت تتجول في البارات منشدة أغاني أبدا لم تسمعها أو تعرفها من قبل. لقد فقدت أوفيليا عقلها، ولن يسعى الملك والملكة أن يفعل لها شيئا سوى مراقبتها بشفقة عاجزة. أما أخوها ليرتس فعندما يسمع بالأخبار يتخذ
منحى آخر، فهو متأكد أن الملك هو الذي قتل والده، ولذا يرفع على الفور لواء العصيان ويدرك الملك تماما كيف يتعامل مع شاب متسرع، حيث لا يجد صعوبة في إقناع ليرتس أن هاملت ينبغي أن يكون موضع سخطه، ومع قليل من الوقت يستطيع كذلك أن يقنعه بقتل هاملت، ولكنه في النهاية يوافق على أن يتحداه للمبارزة ويقتله بسيف مسموم. إن الملك مضطر إلى التعجيل بالأمر لأن هاملت قد نجا من الفخ الذي نصبه له في إنجلترا، حيث أرسل للملك يخبره بأنه عائد إلى الوطن، ولكنه لا يدري شيئا عما كان يحدث أثناء غيابه. وفوق كل هذا فهو لا يعرف أن أوليفيا لم تعد على قيد الحياة، حيث حاولت أن تعلق إقليل من الزهور على شجرة صفصاف بالقرب من أحد الجداول، وعندما انكسر فرع الشجرة من جراء ثقلها ووقعت في الجداول لم تحاول أن تبذل أي مجهود لإنقاذ نفسها، بل ظلت في الماء تغني أغانيها القصيرة حتى غرقت. سوف يتم دفن أوفيليا في فناء الكنيسة، حيث كان هناك اثنان من حفاري القبور الثرثارين يقومان بإعداد قبرها. لم يكن من المعتاد دفن شخص مشكوك في أنه انتحر في مكان مقدس، ولذا يستنتج الحفاران الواقعيان ضرورة أن تكون أوفيليا منتمية إلى الناس العظماء. بقى أحد الحفاران لينتهي من إعداد القبر، ووصل هاملت ليجده يغني لنفسه في بهجة غير مبالي بالموت، حيث يغني للإنسان الفاني المصنوع من تراب. إن هاملت ليس في عجالة من أمره في العودة إلى البلاط، حيث أن الحفار والعظام المتفككة تدهشه، كما أنه يجد جمجمة مهرج كان يحبه عندما كان ولدا صغيرا. كان المهرج يدعى يوريك، وقد وجدها هاملت فرصة لكي يغرق خياله المتدفق في ذلك الموضوع الهائل الخاص بتحلل الجسم البشري. لقد وصل إلى نقطة يتخيل فيها أن تراب جثة الإسكندر الجبار حول ثقب برميل من الجعة، إلى أن يقترب موكب جنائزي ويتباطأ هاملت لكي يرى موكب من هذا. لقد كانت جنازة أوفيليا التي اشترك فيها كل المنتمين إلى البلاط، وكذلك أخوها ريرتس الذي أوشك الحزن أن يفقده عقله ثم يصاب بسقط عارب، نظرا لأن الكاهن لم يسمح بغناء ترتيرة لأخته لأنها منتحرة. وفي النهاية يقفز داخل قبرها ويصيح فيهم أن يهيلوا التراب عليهما معا حتى يصح في ارتفاع الجبل، ويؤدي صخب ريرتيس هذا إلى إصابة هاملت بحالة من الانفعال الشديد، حيث يقفز داخل القبر هو الآخر ويصيح بصوت أعلى حتى من ليرتس قائلا: لقد أحببت أوفيليا، ولا يستطيع 40,000 أخ بكل ما لديهم من حب لها أن يتساووا معي في حبي لها. إذا كان هناك حديث عن جبال من التراب، فإن هاملت يطالب بإهالة 1,000,000 فدان من التراب عليهما معا، وهكذا فإن هاملت يجيد البلاغة كذلك. وعند العودة إلى القلعة يشعر هاملت حينئذ فقط بندم عميق على سلوكه في ساحة القبور، قائلا: لقد نسيت نفسي. ويقرر أن يقدم لليرتس عرضا خاص لكي يصبحوا أصدقاء، ولكن عندما يحضر أحد رجال البلاط المتأنقين لتقديم تحدي من ليرتس، يقوم هاملت بإغاظته قليلا، ومع ذلك يقبل التحدي. إن هاملت يعتقد أن ذلك التحدي ما هو إلا مبارزة ودية، ولكنه يعترف لهوراشيو بشعوره بأنه نذير شؤم سيجلب له مصيبة، حيث يقول: إنك لن تستطيع أن تتخيل مدى الضيق الذي يسببه لي هذا الأمر في قلبي. ويحاول هوراشيو أن يقنعه بترك هذه المبارزة، ويعرض عليه أن يقدم الذرائع نيابة عنه حتى لا يشترك فيها، ولكن هاملت قادر على النظر إلى المستقبل بعينين ثابتتين، قائلا: إذا لم يحدث أمر ما في المستقبل سيحدث الآن، وإذا لم يحدث الآن سيحدث في المستقبل، فأهم شيء هو الاستعداد. يتجمع كل من في البلاط لمشاهدة مباراة المبارزة بين الشابين، بينهما الملك وليرتس فقط، على علم بأن السيف والنبيذ مسممان. ويبدأ هاملت تقديم اعتذار عميق لليرتس يحتوي على كل المجاملة التي دائما تميز روعة
روحه المهتزة عندما تطغي عليه، حيث يبدأ المشهد الأخير من حياته وتأتي النهاية سريعا. يفوز هاملت بالضربة الأولى والثانية، ويحاول الملك إقناعه أن يتوقف ويتناول بعض النبيذ، ولكن هاملت كان عازما على استكمال المباراة وعدم التوقف، لذا يضع الكأس جانبا، تلتقطه الملكة وتحتسيه. أما الملكة الذي يدرك أن الكأس مسمم، يحاول متأخرا أن يوقفها، ولكنها تخر صريعة في اللحظة التي يصاب فيها ابنها وخصمه معا بالسيف المسموم. لقد انقلبت الأمور في لحظات، ويدرك ريرتس أنه يستحق الموت القادم نحوه، حيث يقول: إني سألقى حتفي لتوي بنفس سلاح الغدر الذي استعملته. ولكنه يستطيع بصعوبة أن يكشف لهاملت تفاصيل المؤامرة كاملة، وينتهي صائحا: الملك، الملك هو الملوم على ذلك. أما هاملت المحتضر فيمسك بالسيف المسمم الذي ما زال عليه آثار دمائه، ويطعن الملك، ثم يسكب النبيذ المسموم في حلقه. يقف رجال البارات مذعورين بينما يحاول هاملت أن يخبرهم بما حدث، لأنه بالرغم من أن الموت يطبق أنيابه عليه، إلا أنه ما زال يذكر أنه أمير الدنمارك المسؤول عن رخاء بلده، ولكنه لم يعد لديه قوة على ذلك. ويترك المهمة لهوراشيو مع أمنية أخيرة بأن يتولى أمين النرويج حكم الدنمارك، وبعد ذلك لم يعد لديه ما يقوله سوى ويبقى الصمت. ويلقى هوراشيو الوداع الأخير وهو مفصول القلب على الإنسان الوحيد المعذب الفريد الذي أحبه كثيرا جدا، حيث يقول: الوداع أيها الأمير الوسيم، سترافقك جماعات من الملائكة الصداحة إلى مستراحك. يقوم 4 ضباط بحمل جثمان هاملت لكي يقوموا بدفنه كجندي راح فداء للوطن، كما يقومون بأداء التحية العسكرية لأمير الدنمارك المتوفي في نهاية المسرحية.